بسم الله، يلا نكمل الوحدة التانية في الفيزياء في الصف 11 متقدم. كنا وقفنا آخر حاجة عند إيه؟ كنا اتكلمنا على السرعة المتجهة والسرعة اللحظية، وعرفنا إزاي نجيبهم بالمعادلات وإزاي نجيبهم من الرسم البياني. نفس الكلام بالظبط هنقوله النهاردة، والجزء التاني من الفيديو هنعكس كل اللي قلناه. بس كده. طيب تعالوا نبدأ. اتكلمنا عن السرعة المتجهة المتوسطة والسرعة المتجهة اللحظية، هنتكلم النهاردة برضو عن العجلة المتجهة المتوسطة والعجلة المتجهة اللحظية. ايه هي العجلة عامة؟ هو التغير في السرعة في فترة زمنية معينة. انت كنت ماشي بسرعة 10، بقيت ماشي بسرعة 30، فانت كده حصل تغير في السرعة خلال وقت فترة زمنية، فالتغير في السرعة خلال الفترة الزمنية هو ده العجلة. فالعجلة هي v2 ناقص v1 أو v النهائية ناقص v الابتدائية على الدلتا t، الفترة الزمنية اللي حصل فيها التغير ده في السرعة. فلو زادت السرعة فمعنى كده إن العجلة في نفس الاتجاه، يعني عجلة تسارعية، يعني العجلة بالموجب. طب لو أنت كنت ماشي ب30 بعد كده مشيت ب10، فيبقى العجلة بتاعتك 10 ناقص 30 على الدلتا t، فهتطلع بالسالب. فمعنى كده ان العجلة عكس اتجاه السرعة. يعني ايه؟ يعني كأنك وانت ماشي بالعربية دايس فرامل. فايه اللي بيحصل؟ العجلة اللي انت ماشي بيها هي عجلة تباطؤية بتقلل من سرعتك، فالسرعة اتجاهها هنا والعجلة اتجاهها الناحية التانية، وبالتالي السرعة بتقل. فلو زادت السرعة يبقى العجلة في نفس الاتجاه وليهم نفس الإشارة، لو قلت السرعة يبقى العجلة عكس الاتجاه وليهم إشارتين مختلفتين. طيب فدي العجلة المتوسطة بالقوانين. طب نجيبها من الرسم البياني ازاي؟ نفس الكلام بالظبط. العجلة المتجهة المتوسطة في الرسم البياني ما بين ال V وال T، لو انا جبت ما بين فترة زمنية T1 و T2 وجبت الميل، فده هيديني العجلة المتجهة المتوسطة في الفترة الزمنية دي. طيب فقلنا لو أنا عايز أجيب العجلة المتجهة المتوسطة أو السرعة المتوسطة في فترة زمنية، باجي عند أول الفترة الزمنية وآخر الفترة الزمنية وأعمل خط ما بينهم، وميل الخط المستقيم ده هو العجلة. الميل اللي احنا جبناه ده هما نقطتين على الخط المستقيم ده، فده ميل ميل الخط المستقيم ما بين النقطتين دول اللي هي العجلة المتوسطة في الفترة الزمنية دي. طيب لو أنا قللت الفترة الزمنية هو معمل برضو خط مستقيم ما بين النقطتين، ويبقى الميل الخط المستقيم ده هو عبارة عن العجلة. بنفس الطريقة لو أنا عايز أقارن ما بين العجلة في الفترتين الزمنيتين دول هعمل إيه؟ هقارن ما بين الميل. هنا الميل كان عامل كده، هنا الميل عامل كده. مين ميله أكبر؟ العجلة المتوسطة الأولى. فالعجلة المتوسطة في الفترة الزمنية دي أكبر من العجلة المتوسطة في الفترة الزمنية دي. طيب هو أصلا بنجيب الكلام ده منين؟ لما يبقى عندي العلاقة ما بين الـ V والـ T علاقة مش مستقيمة، فافهم من كده ان العجلة غير ثابتة. اشمعنى؟ لو انا جبت في فترتين زمنيتين متساويتين وجيت جبت الميل، طيب فهلاقي ان في الفترة الزمنية دي السرعة اتغيرت او حصل فرق في السرعة هو ده، وفي الفترة الزمنية التانية دي حصل تغير في السرعة أكبر، وبالتالي علاقة المنحنى دي هي علاقة بتبين، لو هي ما بين الـ X والـ T فهي علاقة بتبين إن السرعة غير ثابتة. فعشان كده بجيب متوسط السرعة. يعني إيه السرعة غير ثابتة؟ يعني أنت ممكن تكون ماشي هنا ب10 هنا ب20، فأنا عايز أجيب متوسط سرعتك في الرحلة من هنا لهنا قد ايه؟
فبنستخدم ان انا بعمل خط مستقيم ما بين النقطتين واجيب ميل الخط المستقيم ده. لكن لو العلاقة ما بين الاكس والتي او الفي والتي علاقة خطية فالميل ثابت، فلو هي ما بين الاكس والتي تبقى الميل اللي هو السرعة ثابتة، ولو هي ما بين الفي والتي والميل ثابت والميل بيعبر عن العجلة فالعجلة بتبقى ثابتة. فعشان كده بنعمل كل الكلام ده. طيب، واتفقنا ان العجلة اللحظية باين من اسمها ان هي عند لحظة، فمعنى كده ان الفرق ما بين النقطتين اللي انا عايز اجيب عندهم العجلة يعتبر لحظة، الفرق ما بينهم قليل جدا، فبيبقى عبارة عن نقطة. طيب انا عايز خط مستقيم يمر بالنقطة، فده اللي بنسميه المماس. يبقى العجلة اللحظية عند لحظة معينة بيساوي ميل المماس عند اللحظة دي. طيب، والعجلة اللحظية اجيبها بالرياضيات ازاي او بالمعادلات ازاي؟ فاتفقنا انا عايز اجيب التغير في السرعة بالنسبة للتغير في الزمن لما يكون التغير في الزمن يقول الى الصفر، فدي اللي بنسميها النهايات. التغير في السرعة لما يكون التغير في الزمن قليل جدا فده اللي بنسميه النهايات، فده اللي بسميه الاشتقاق. طيب، وعرفنا ازاي نشتق. فبنقول لغاية دلوقتي قلنا ان السرعة هي مشتقة الازاحة بالنسبة للزمن، والعجلة هي مشتقة السرعة بالنسبة للزمن. طب لو شلت السرعة وحطيت ان هي مشتقة الازاحة بالنسبة للزمن، وانا عندي هنا هاخد الدي دي تي كده زي ما هي، وديت السرعة، فدي بنسميها ان العجلة هي المشتقة التانية لدالة الموقع. يعني ايه المشتقة التانية لدالة الموقع؟ يعني لو قلت ان في جسم بيتحرك بالمعادلة دي، فلو عايز اجيب العجلة هعمل ايه؟ هشتق معادلة الموقع مرتين، فلما اشتقها مرة هيديني السرعة، ولما اشتقها مرة تانية هيديني العجلة. طيب تعالوا نشوف جملتين مهمين وهيفيدونا جدا في المسائل، في أسئلة كتير. لو جاء قال لك مثلا دي معادلة الموقع بتاعت سيارة أو بتاعت شخص أو أيا كان، عايز سرعته عندما يصل إلى أقصى إزاحة. فكلمة يعني إيه يصل إلى أقصى إزاحة؟ الكلمة دي أو الجملة دي بتستنتج منها حاجة مهمة وهي اللي هتحللك المسألة. إيه هي؟ أنت دلوقتي لما تفضل ماشي 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 وبعد كده تغير اتجاهك وترجع، رحت مثلا السوبر ماركت وقمت راجع، فمعنى كده ان عند لحظة تغيير اتجاهك دي بيحصل توقف لحظي، انت بتغير اتجاهك وبالتالي بيحصل توقف لحظي، وبالتالي عند اقصى ازاحة بتكون السرعة تساوي صفر. فكلمة عندما يصل الجسم الى اقصى ازاحة انت لازم تكون عارف، هو مش هيقولها لك، انت هتستنتج ان عند اقصى ازاحة سرعة الجسم بتساوي صفر. فهعمل ايه لما يديني دالة الموقع كده ويطلب مني سواء سرعة او موقع او عجلة؟ عندما يصل الجسم الى اقصى ازاحة اتفقنا يبقى سرعته بصفر، فلازم اجيب معادلة السرعة. اجيب معادلة السرعة من معادلة المسافة ازاي، الموقع ازاي؟ عن طريق الاشتقاق، فلما اشتق دي هتساوي كده. طيب، وعند اقصى ازاحة السرعة بتساوي صفر، يبقى السرعة بتساوي صفر 8 تي ناقص 2. انا عايز اعمل ايه؟ عايز اجيب الزمن اللي هيبقى عنده الجسم يصل الى اقصى ازاحة، فهجيب 8 تي هتساوي 2
فالتي هتساوي ربع. عايز ايه؟ لو عايز السرعة فهعوض في معادلة السرعة عن التي بتساوي ربع. عايز اقصى ازاحة نفسها فهعوض في معادلة الاكس عن كل تي بتساوي ربع. عايز العجلة فاقوم جايب معادلة العجلة اللي هي مشتقة دالة الفي اللي هي هتساوي 8. فهنا هنلاقي ان هي عجلة ثابتة ما بتعتمدش على الزمن، ولكن لو كانت دي 4 تي أس 3 فكان هيبقى 12 تي تربيع، فكانت هتبقى 24 تي، وبالتالي هنعوض عن التي بربع، وهكذا أي مسألة تجيلك. طيب في جملة تانية برضو لازم أكون عارف معناها، يصل الجسم إلى أقصى، هيقول لي برضو يديني نفس المعادلة دي، يقول لي أوجد سواء موقع الجسم أو سرعته أو عجلته عندما يصل الجسم إلى أقصى سرعة. تعالوا نفهمها مع بعض وبعد كده هنحفظها. أنت دلوقتي لما تبقى ماشي بالعربية وعمال تدوس بنزين، فسرعتك عمالة تتغير وبالتالي في عجلة. طيب انت لما بتصل لأقصى سرعة، انت خلاص طلعت على طريق آخر السرعة فيه 120، وفضلت ثابت على السرعة دي، فلما وصلت لأقصى سرعة وفضلت ثابت عليها، العجلة بتاعتك بكام؟ بالظبط بزيرو. ليه؟ السرعة ثابتة والعجلة هي التغير في السرعة، فلما يبقاش فيه تغير يبقى العجلة بصفر. فافهم من كده ان عندما يصل الجسم الى اقصى سرعة ان عند النقطة دي عجلته بتكون بصفر. فهعمل ايه؟ بالظبط نفس اللي عملناه، هجيب المعادلة دي، وعشان اجيب التي اللي اقدر اللي الجسم وصل عندها لاقصى سرعة فاقدر اجيب العجلة او السرعة او الموقع، هعمل ايه؟ هساوي معادلة العجلة بالصفر. فلو قال لي إن مثلا معادلة الإكس بتساوي 5 تي أس 4 زائد 3 تي تربيع ناقص 8، فهعمل إيه؟ لما يصل الجسم لأقصى سرعة أنا عارف إن العجلة هي اللي بتساوي صفر، فلازم أجيب معادلة العجلة. اتفقنا بنجيب معادلة العجلة إزاي؟ عن طريق إن أنا أشتق معادلة الإكس مرتين. هشتقها مرة أجيب الفي بقت 20 تي أس 3 زائد 6 تي، واشتقها كمان مرة أجيب الإيه بقت 60 تي تربيع زائد 6. وعند أقصى سرعة العجلة بتساوي صفر، وبالتالي هحط دي على الآلة هيطلع لي التي بحلين. تعالوا نشوف 60 تي تربيع زائد 6 تساوي صفر، فهيطلع لي حلين، واحد منهم موجب واحد منهم سالب، فأكيد هختار الموجب. طيب وبعد كده هو لو عايز ما موقعه عندما يصل إلى أقصى سرعة، هعوض فيه معادلة الإكس، ما سرعته اللي يصل ليها اللي هي أقصى سرعة هعوض بالتي دي في معادلة الفي مع عجلته، وهكذا. اتفقنا إن عجلته بتساوي صفر. طيب فلغاية دلوقتي عرفنا ايه هي السرعة وايه هي العجلة. الجزء التاني من الوحدة او الدرس هو عبارة عن ان احنا هنعكس كل اللي قلناه. بناء على ايه؟ علماء الرياضيات جم في مرة في الأوضة اللي جنبنا كده، احنا كعلماء فيزياء، وسمعناهم بيتودودوا مع بعض وبيقولوا ايه؟ ان احنا اكتشفنا حاجة عكس التفاضل، عكس الاشتقاق، ألا وهي التكامل. يعني اتفقنا ان التفاضل ده ان انا بيبقى عندي مثلا فترة زمنية كبيرة انا عايز عند لحظة بس، فبقوم مشتق الدالة دي. طب التكامل العكس، بيكون عندي حاجة لحظية وبعممها على فترة زمنية معينة. هو ده معنى التكامل، مش علينا ولكن خليك فاهم. طيب
هنستفاد ايه من المعلومة اللي سمعناها دي؟ هنستفاد ان انا دلوقتي كان عندي الاكس اشتقها اجيب الفي اشتقها اجيب العجلة. فلما اعكس، لما الاقي طريقة ان انا اقدر امشي العكس، وبالتالي لو انا كملت الـ A هيديني الـ V، لو كملت الـ V هيديني الـ X. فخلي المنظر ده في دماغك، لو انا عايز الـ V من الـ X يعني هنزل يعني هشتق، لو انا عايز الـ V من العجلة يعني هطلع يعني هكامل. طيب، فاتفقنا ان يعني ايه تكامل؟ ان انت هتبدأ تكامل المنحنى ده، التكامل اللي احنا هندرسه هو تكامل محدد. يعني ايه؟ يعني هكامل المنحنى من فترة زمنية معينة لفترة زمنية معينة، فده اللي بنسميه التكامل المحدد. يعني ليه حدين، بادئ من تي بتساوي تي الابتدائية ومنتهي عند تي النهائية. وبالتالي التكامل بتاع الفي هيديني الدلتا اكس. خلي بالكم من دي قوي، تكامل في يديني دلتا اكس مش اكس بس. يعني ايه دلتا اكس؟ اللي هي اكس عند التي النهائية ناقص اكس عند التي الابتدائية. وكذلك تكامل العجلة هيديني الدلتا في، الفي النهائية ناقص الفي الابتدائي. وبالتالي الموقع النهائي يساوي الموقع الابتدائي زائد ناتج التكامل بتاع معادلة الفي، والفي النهائية هتساوي الفي الابتدائية زائد ناتج تكامل معادلة العجلة. طب انت قلت ان التكامل عكس التفاضل، يعني لو انا عايز اكامل اكس اس ان هعملها ازاي؟ في التفاضل كنا بنعمل ايه؟ كنت بزود على كنت بنزل الاس واضربه في الدالة زي ما هي واطرح من اس واحد. في التكامل هنعكس، هجمع على الاس واحد، يعني تكامل ديت هيساوي هجمع على الاس واحد واقسم على الاس الجديد. هنا كنت بضرب الأس في الدالة واطرح من أس واحد، هنا هجمع الأس واحد واقسم على الأس الجديد. يبقى خطوتين لازم الترتيب، اجمع الأس واحد اقسم على الأس الجديد. وبالتالي لو قلت لك ان معادلة الفي بتساوي 4x تكعيب زائد 8، عايز الاكس، عايز الموقع النهائي، فهتقول لي تكامل معادلة الفي هيساوي الدلتا اكس اللي هي اكس النهائية ناقص اكس الابتدائية، وغالبا هو هيكون مديك الاكس الابتدائية. طيب، فتكامل الفي هيساوي ايه؟ يلا نكمل. نكمل ازاي؟ خطوتين، اجمع على الاس واحد واقسم على الاس الجديد، والاربعة اللي كانت هنا زي ما هي. طيب، التمانية اي رقم ثابت تكامله بيساوي ايه؟ التمانية دي كأنها مضروبة في تي أس صفر، وتي أس صفر بواحد. طيب تعالوا نعمل نفس قاعدة التكامل، هجمع على الأس واحد وأقسم على الأس الجديد. فتكامل أي رقم بضربه في التي. طيب، فزي ما اتفقنا ده كده التكامل رياضيا، ان لو هو مديني المعادلة اقدر اكملها بالشكل ده. طب لو هو مش مديني معادلة ومديني رسم بياني، فالتكامل ده عبارة عن ايه في الرسم البياني؟ فبنقول ان التكامل هو عبارة عن مساحة الشكل اسفل المنحنى. يعني ايه؟ يعني لو قلتلك ان الفي بتساوي 2t، تعالى نرسم معادلة الفي كده. نرسمها ازاي؟ هعوض عن التي بصفر واشوف الفي بكام، هعوض عن التي بواحد واشوف التي بكام، الفي بكام.
وهكذا. فيبقى عندي النقطة صفر وصفر، والنقطة واحد واتنين، والنقطة اتنين واربعة. فدي الرسم ده هو الرسم بتاع معادلة ال V. طيب لو انا عايز الموقع عند تي بتساوي تلاتة هعمل ايه؟ انا دلوقتي تخيل ان هو جاب لي الرسمه ما جابليش المعادله، فاتفقنا ان لو انا عايز الموقع من ال V يعني عايز اطلع فيبقى تكامل. طب انا دلوقتي مش مديني المعادله عشان اكملها، ولكن انا عارف ان التكامل بيساوي مساحه الشكل اسفل المنحنى، والمنحنى ده عباره عن ايه؟ عباره عن منحنى ال V. فتكامل الـ V هيديني دلتا اكس، وبالتالي انا عايز لو هو قال لي من وضع السكون فافهم من كده ان اكس نوت عندي بزيرو، فهبدأ التكامل بتاعي من زيرو لغاية تلاتة، فيديني الاكس عند تلاتة والاكس عند زيرو. طيب فهاجي عند تلاتة فهتبقى دي مساحة الشكل أسفل المنحنى اللي هي بتساوي التكامل، فيبقى إكس عند تي بتساوي تلاتة ناقص إكس زيرو اللي هي بصفر بيساوي ناتج التكامل اللي هو نص القاعدة في الارتفاع. طبعا هنا الرسمة مش مظبوطة أوي، فنشوف الارتفاع كام وهكذا. طيب وبنفس الطريقة بالظبط العجلة، لو أنا هكامل العجلة فيبقى هطلع خطوة، يبقى تكامل العجلة بيساوي الدلتا في اللي هي الفي النهائية عند التي اللي هنا ناقص الفي الابتدائية عند التي اللي هنا. طيب فكل الكلام ده لو احنا بنتكلم على العجلة مش ثابتة. يعني ايه العجلة مش ثابتة؟ يعني العجلة بتعتمد على الزمن. يعني ايه بتعتمد على الزمن؟ يعني كل ما الزمن بيتغير كل ما العجلة بتتغير وهكذا. طيب لو عندي حالة خاصة بقى هنستنتج بيها قوانين هنستخدمها كتير. لو العجلة ثابتة، فاتفقنا ان لو انت عايز تكامل رقم ثابت فاتفقنا ان التكامل بتاعه هيساوي ايه؟ دي كأنها تي أس صفر، التكامل ان انا بزود على الأس واحد واقسم على الأس الجديد فتبقى 8 تي. طب لو العجلة ثابتة يعني العجلة برقم فتكاملها هيبقى اي تي. تعالوا نشوف في القوانين دي، بدل ما العجلة هنا كانت متغيرة فكنت سايبها زي ما هي وهجيب تكاملها في المسألة، أنا دلوقتي العجلة دي ثابتة يعني كأنها برقم فهيبقى تكاملها بي تي. يبقى الفي النهائية بتساوي الفي الابتدائية زائد الاي تي، ده أول قانون. يبقى العجلة الثابتة أول لما أشوف كلمة جسم بيتحرك بعجلة ثابتة لازم عيني تروح على طول لخمس قوانين هنشوفهم مع بعض، ده أول قانون عرفنا استنتاجه منين. بنفس الطريقة من معادلة الإكس هنشيل الفي دي ونحط القيمة بتاعتها دي، والاي ديت قلنا إن هي هتبقى بإي تي، وهي أصلا في تي هنا فيبقى اي تي تربيع على الاتنين. فالقانون التاني ان الاكس النهائية بتساوي الاكس الابتدائية زائد الفي اكس نوت تي زائد نص اي اكس تي تربيع، تكامل الفي اكس هيبقى في اكس تي، وتكامل اي اكس تي هيبقى اي اكس تي تربيع على الاتنين. وتالت قانون ان الموقع النهائي بيساوي الموقع الابتدائي، لكن اخلي بالي من دي مش السرعة النهائية ولا الابتدائية، امال دي ايه؟ السرعة المتوسطة. السرعة المتوسطة بتساوي ايه؟ السرعة النهائية زائد الابتدائية على الاتنين اللي هو القانون ده. اخر قانون عندي ان السرعة النهائية تربيع بتساوي الابتدائية تربيع زائد اتنين في العجلة في
فرق الموقع أو الإذاعة. يبقى دول الخمس قوانين اللي هستخدمهم في أي مسألة فيها الحركة بعجلة ثابتة. طيب لو الجسم بيتحرك بسرعة ثابتة، لو بيتحرك بسرعة ثابتة فهتبقى السرعة المتوسطة بتساوي سرعة ثابتة، يعني السرعة الابتدائية بتساوي النهائية، وبالتالي أقدر أشيل أي واحدة من دول وأحط التانية، فدي عبارة عن 2 في نوت على 2. يعني أفهم من كده إن السرعة المتوسطة بتساوي السرعة اللي هي الثابتة. طيب فلو جيت عوضت في القانون ده، الإكس بتساوي الإكس نوت زائد الفي في التي، فالإكس ناقص الإكس نوت على التي هيساوي الفي، اللي هو قانون السرعة العادي، الإزاحة على الزمن. فلو قال لي في السؤال إن الجسم بيتحرك بسرعة ثابتة، فيبقى أستخدم إن السرعة بتساوي الإزاحة على الزمن عادي. طيب تعالوا نشوف كذا رسم بياني ونضرب كل اللي أخدناه ده في الخلاط ونشوف هيطلع لنا ايه. دلوقتي عندي رسم بياني ما بين ال V وال T. يلا نعمل ريفرش. لو أنا عايز الميل بتاع الخط المستقيم ده هيعبر عن ايه، ومساحة الشكل أسفل المنحنى بيعبر عن ايه. لو عايز توقف الفيديو وتفكر خد وقتك. طيب فالميل هيبقى عبارة عن ما بين اي نقطتين، في 2 ناقص في 1 على تي 2 ناقص تي 1. ده بيفكرنا بقانون ايه، تغير في السرعة فترة زمنية. يبقى الرسم ما بين الفي والتي الميل بتاعها بيساوي العجلة. طب مساحة الشكل أسفل المنحنى بتعبر عن إيه؟ مساحة الشكل أسفل المنحنى هي التكامل، تكامل المنحنى ده منحنى إيه؟ منحنى السرعة، وبالتالي هيديني دلتا إكس. طيب فلو هو قالك إن الإكس الابتدائية بادئ من وضع السكون، فيبقى الإكس عند التي بتساوي 4 ناقص الإكس نوت الابتدائية اللي هي بصفر بتساوي تكامل الفي. تكامل الفي انا مش عندي المعادلة ولكن عندي الرسم بياني. طيب فمساحة الشكل اسفل المنحنى هنا عبارة عن ايه، ده مثلث مساحته نص القاعدة في الارتفاع. طيب لو عندي ما بين العجلة والزمن، لو قلت الميل بيعبر عن ايه ومساحة الشكل أسفل المنحنى بتعبر عن ايه، الميل A2 ناقص A1 على T2 ناقص T1. أخدنا قانون فيه كده؟ لأ. فيبقى الميل مش بيعبر عن حاجة. طب مساحة الشكل أسفل المنحنى هي عبارة عن تكامل منحنى، وده تكامل وده منحنى العجلة، فمنحنى تكامل العجلة هيطلعني خطوة فيديني الدلتا في. فالتكامل بيساوي مساحة الشكل أسفل المنحنى، ففي النهائية يعني في عن تي بتساوي 4 ناقص في الابتدائية هيساوي مساحة الشكل أسفل المنحنى نص القاعدة في الارتفاع. طيب تعالوا نشوف ازاي من رسم بياني ما بين الاكس والتي استدل على اشارة العجلة. ايه الغريب يعني؟ لان احنا عارفين ما بين الاكس والتي هعرف اجيب الفي، لكن وما بين الفي والتي هعرف اجيب الاي. طب ازاي من الاكس والتي اعرف اشارة العجلة؟ طيب تعالوا نستنتجها واحدة واحدة. هنا ما بين الاكس والتي لعلاقة خطية، واتفقنا ان ميل الخط المستقيم ثابت، واتفقنا ان الميل ما بين العلاقة الاكس والتي بيعبر عن السرعة، فافهم من كده ان السرعة ثابتة. ولما السرعة تكون ثابتة العجلة هتكون بصفر، مفيش تغير في السرعة فالعجلة بصفر، فده أول منحنى.
طيب لو انا عندي منحنى عامل كده ما بين الاكس والتي، عامل كده، استنتج اشارة العجلة ازاي؟ تعالوا نشوف. لازم استنتج الاول الرسم البياني بتاع السرعة عامل ازاي، ومنه هستنتج اشارة العجلة. طب استنتج الرسم البياني بتاع الفي ازاي؟ انا دلوقتي لو عملت مماس عند كذا نقطة في المرحلة الأولى دي، فالسرعة في الأول اللي هو ميل المماس، ودي ميل المماس التاني، فافهم من كده إن مين أكبر، ميل المماس الأول أكبر من ميل المماس التاني، فافهم من كده إن السرعة في الأول كانت أكبر من السرعة بعد كده، فمعنى كده إن السرعة بتقل وفي الاتجاه السالب، وهتيجي عند النقطة دي المماس عامل كده، فالفي عندها بصفر، وبعد كده في المرحلة التانية دي الميل ده كده والميل ده كده، فمعنى كده ان الفي اتنين اكبر من الفي واحد، فمعنى كده ان السرعة بتزداد وفي الاتجاه الموجب. طب تعالوا نعبر عن ده في رسم بياني لوحده للفي. ففي الأول الفي كانت سالبة وبتقل، فلو السرعة 4 في اتجاه السالب 3 2 1، فالسرعة كانت عمالة تقل لغاية لما وصلت لصفر، تقل في الاتجاه السالب، وبعد كده بدأت ايه اللي يحصل لها؟ تزيد في الاتجاه الموجب. فدي العلاقة ما بين الفي والتي اللي بيعبر عنها المنحنى ده. طب أجيب العجلة إزاي؟ أرسم مماس عند أي نقطة، هلاقي إن العجلة كلها في الاتجاه الموجب. فللتبسيط هنقول لو الرسم مقعر للأعلى، يعني إيه مقعر للأعلى؟ يعني باصص لفوق هتكون العجلة موجبة، لو باصص لتحت هتكون سالبة. بنفس الطريقة دلوقتي العجلة كانت عمالة تقل في الاتجاه الموجب، وعند النقطة دي بصفر، وبعد كده بدأت تزيد في الاتجاه السالب، أجيب العجلة إزاي؟ أرسم مماس عند أي نقطة، فهتكون العجلة كلها رايحة في الاتجاه السالب. فلو التقاعر الأعلى يبقى العجلة موجبة، لو التقاعر الأسفل تبقى العجلة سالب. طيب آخر جزئية معانا هي السقوط الحر. السقوط الحر إن أنت لما يبقى معاك كورة وتسيبها، فالكورة تنزل على الأرض، أو طوبة بترميها أو أيا كان، أو طوبة بتسيبها وتنزل، فهي الحركة تحت تأثير عجلة الجاذبية وحدها. أنت لما بتسيب الكورة بيبقى في حاجات كتير بتأثر عليها زي مقاومة الهواء، الرياح، أي حاجة، لكن احنا هنعتبر هنا إن مفيش حاجة بتأثر عليها غير عجلة الجاذبية. طيب فاحنا كان كل كلامنا قبل كده إن احنا بنتكلم على الحركة في البعد إكس، كل الفرق اللي هنعمله دلوقتي ان احنا هنتكلم في البعد واي. فافهم من كده ان لما الجسم بيسقط سقوط حر بيتحرك تحت تأثير عجلة الجاذبية، فمعنى كده ان هو يتحرك في الاتجاه واي، وبيتحرك تحت تأثير عجلة ثابتة. واتفقنا ان اول لما اشوف عجلة ثابتة هروح للخمس قوانين، ولكن هعمل فيهم تعديل بسيط عشان استخدمهم على طول. احنا دلوقتي بنتحرك في المستوى واي، فاي اكس هشيلها واحط واي، ودلوقتي العجلة اللي بيتحرك بيها هي عجلة الجاذبية. طب وعجلة الجاذبية دي في اتجاه الواي الموجبة ولا السالبة؟ الارض بتشدنا كلنا لتحت، فيبقى عجلة الجاذبية سالبة. فالتعديل اللي انا هعمله
هشيل كل اكس واحط واي، هشيل كل عجلة واحط سالب جي. فأول قانون هشيل اكس واحط واي، يبقى السرعة النهائية بتساوي السرعة الابتدائية في الاتجاه واي. واتفقنا هشيل اي اكس واحط سالب جي، فده كده أول قانون. تاني قانون هشيل الاكس واحط الواي، يبقى الارتفاع النهائي بيساوي الارتفاع الابتدائي زائد السرعة الابتدائية في اتجاه واي مضروبة في التي زائد نص اي اكس في التي. اتفقنا هشيل اي اكس واحط سالب جي تي، وهكذا. القانون التالت هيبقى واي بيساوي واي نوت زائد الفي واي المتوسطة في التي، والفي المتوسطة هتساوي نص الفي الابتدائية زائد الفي النهائية. وآخر قانون إن السرعة النهائية في الاتجاه واي تساوي السرعة الابتدائية في اتجاه واي تربيع زائد اتنين اكس، هشيل اكس واحط جي في واي ناقص واي نوت. تمام، بس كده بس كده، فيطلع لي القوانين دي. طيب سؤال، أنا معنى كده إن في القوانين دي هعوض عن الجي بتسعة بوينت تمانية ولا بسالب تسعة بوينت تمانية؟ بتسعة بوينت تمانية. تقول لي ليه، هي مش الجي للأسفل وده في اتجاه الواي السالب فتبقى سالبة؟ فأقول لك ما أنا حاطط أصلا في الاعتبار، أنا عامل القوانين دي كلها وحاطط في الاعتبار إن الجي سالبة. أنا شلت كل عجلة وحطيت مكانها سالب جي، فأنا حاطط أصلا السالب بتاع 9.8 معايا في الاعتبار، فالقوانين دي لما تيجي تستخدمها هتستخدم الجي ب 9.8 على طول. بس كده بس كده. طيب دي بعض الملاحظات اللي في مسائل السقوط الحر، ممكن نتكلم عليها في فيديو منفصل لوحدها، نحل مثال أو اتنين. لو وقف معاكم مثال أو أي سؤال ابعتولنا وإن شاء الله نحله في فيديو مع بعض. أشوفكم على خير.